هلا والله، هذا هو الفائز في جيف اواي المقطع السابق. تواصل معي عبر برنامج البي بي ام ماسنجر الموجود في خانة الوصف. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعت لكم بمقطع جديد. بعيدا عن الجلتشات، هذا المقطع هو عبارة عن مهمة خرافية جدا لا تفوتكم، مهمة جدا خرافية، وطبعا يعني تحتاج وقت منك تقريبا من 5 دقائق إلى 10 دقائق، وتعطيك مبلغ عالي جدا، طبعا من 15,000 إلى 20,000 دولار. طبعا مهمة بسيطة والكل يقدر يحلها، وكل الألفال تقدر تلعبها، سواء كان ليفلك 22 20 7523 يمديك تلعبها. مهمة خرافية تعطيك مبلغ جيد. نترككم مع المقطع. هلا والله، طبعا لازم تكون اونلاين، طبعا هذا شيء طبيعي. بعدين تسوي ستارت، تروح اونلاين، تروح عند جوبز، بعد الجوبز تروح عند بلاي جوب، بعدين تروح عند اللي هي روك ستار كرييتد، بعدين تروح عند ميشنز، بعدها تروح عند مهمة اسمها بلو اب 2. طبعا الافضل انك تلعبها لحالك، وانا اقول لك انك تلعبها لحالك عشان تطبقها زي ما اقول لك، وتكسب اعلى مبلغ ممكن من المهمة. تروح تخلي الصعوبة على هارد عشان تحصل على أكبر مبلغ برضه. الحين تبدأ المهمة. هلا والله، طبعا الحين راح يرسبنك جوا المهمة، راح تروح للمنطقة الصفراء اللي مأشرها هو لك. طبعا الحين أنا رايح لها زي ما تشوفوا في الفيديو. وراح أبدأ أرتب في السيارات. عرفت ليه أرتب في السيارات؟ لأني أنا أبغى السيارة الصفراء بس. أنت اللي عليك الحين تطلع السيارة الصفراء، تبعدها من السيارات الثانية. دايركت راح يقول لك اللي هو destroy the cars. طبعا عشان ما تصرف ايمو كثير، أو ما تصرف رصاص كثير ترمي كل واحدة لحالها، سوي زي ما انا اسوي في الفيديو، اللي هو راح ارتب السيارات جنب بعض عشان من قنبلة واحدة تنفجر زي ما تشوف الحين. الحين رتبتها مظبوط. الان من قنبلة واحدة انا حرميها كلها راح تنفجر زي ما تشوفوا في المقطع. شوفوا، رميت واحدة بعدتها عنها كلها انفجرت. شفت؟ الحين تروح وتركب البانشي الصفرة. هلا والله، طبعا بعد ما تسرق البانشي الصفراء او تركبها، راح تشوف في اعلى الشاشة انه جاتك 3 نجوم. طبعا ال3 نجوم هذه الحين حاول انك تضيعها بدون ما تدمج السيارة، يعني لا تدمج السيارة وتصدمها، ولا تخلي الشرطة تكشفك، وضيعها باسرع وقت ممكن. الحين طبعا اللي هو سر الجليتش، طبعا الحين بعد ما ضيعت الشرطة ما تروح توديها للمنطقة الصفراء على طول، لا، لأنك إذا وديتها للمنطقة الصفراء بهذه السرعة راح تكسب اللي هو مبلغ بسيط، اللي هو من حوالي 5,000 إلى 7,000. لكن أنت طول في المهمة أكثر، أساس يعني يحسبوك إنك تعبت مع الشرطة وكذا، فإنهم يعطوك مبلغ زيادة، عرفت؟ فحنا يعني ننتظر قدام المنطقة الصفراء من 5 دقائق إلى 10 دقائق، أنت براحتك. لكن أنا قعدت اللي هو 10 دقائق في هذه المهمة، وطبعا أعطوني 17,000 دولار، و آر بي حوالي 2000 وحاجة.
طبعا زي ما تشوفون في الفيديو الحين انا قاعد انتظر العشر دقائق تنتهي. طبعا لازم تسوي العشر دقائق عشان تكسب مبلغ كبير. اذا ما سويت العشر دقائق راح تكسب مبلغ بسيط من 5000 الى 9000 تقريبا. طبعا في نهاية المقطع راح اوريكم كم اخذت لما سويتها بسرعة. طبعا الحين راح ادخلها في المنطقة الصفراء وشوفوا كم راح يعطيني مبلغ. هلا والله، زي ما قلت لكم الحين راح أعدل المهمة بسرعة وما راح انتظر 10 دقائق وشوفوا كم راح يعطيني مبلغ. بعد ما ضيعت الشرطة الحين زي ما تشوفون راح اوديها للمنطقة الصفراء بدون ما انتظر 10 دقائق وشوف المبلغ كم. طبعا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والتعليقات الحلوة، وزي ما قلنا الجيف اواي مستمر. في المقطع الجاي راح اسحب من التعليقات زي ما سويت في هذا الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة، سلام.